حرام والله حرام والله حرام. ابني ابني امير ابني حبيبتي ابني حبيبي. زعلت يا بابا مش انت تحصلنا؟ مش انت اللي ما خدتش اجازه؟ خلاص يا بابا مش هنسافر هنقعد معاك. مش هنسافر؟ هنسافر ازاي؟ لا هنسافر لا هنسافر. انا بقول لكم بقى كده الوداع يا رب ده وداع مفهوم؟ لازم تسافروا مفهوم ولا مش مفهوم؟ ومع ماما وطلعوها هو حد منكم ينزل البحر لوحده كلكم سلوس كده نزول في بعض يا تغرقوا سوا يا تعيشوا سوا مفهوم؟ وبعدين انا اول ما اخد اجازه ان شاء الله هعصلكم على طول ما تزعلوش. كده ليه؟ هم الولاد يقولوا لك مسافرين تعال، يقولوا لك نقعد معاك تقول لهم لا سافروا، حيرت الولاد. وبعدين معاك يا سعيد يعني ايه يا لطيفه؟ مش عاوزاني اتضايق، دول ولادي حبايبي هيغيبوا عني مده. سعيد ما تقوم تهم يا اخي، قوم شيل الشيل خلينا نلحق نوصل قبل الحر. يلا يا سعيد اتحرك. يلا قوم يا ولاد اعمل حاجة. ايه يا سعيد ما تقومش بس تتحرك، قوم هات الحاجة شيلها يلا عايزين ننزل. بس ما تزعليش كده قدام الأطفال. اتحرك يا سعيد اتحرك. طيب مالك في ايه؟ شوف الراجل ماشي يتمخطر ازاي. يلا يا ولاد على مهلكم على مهلك يا لمي او البطيخة تتكسر. ايه البطيخ ده كله؟ البطيخ ده كله؟ ايه يا سعيد احنا حرين يا اخي، ناخد بطيخ ما ناخدش بطيخ احنا حرين. أيه. البطيخ غالي في اسكندريه بوفر لك. الله يخليك يا لطيف. خدت البطيخ معايا من مصر. خلاص يا لطيفه بقى اتحرك. ما هو انا بتحرك. بقول لك عايزه اسافر قبل الحر. يلا سافر اوانك. امشي امشي يلا يلا اخرج. سافر اوانك. اخرج سافر اوانك. هسافر. يلا مع السلامه يا اولاد. مع السلامه يا سعيد هتوحشني قوي. يلا مع السلامه. سعيد خلي بالك من نفسك. طب خلاص امن على الغاز والكهرباء. قولي بقى يا سعيد بقى اوعى تسيب الطبيخ بره الثلاجه ليبوظ. قولي يا لطيفه. حاضر يا سعيد. قولي يا لطيفه. بقول لك ايه؟ ايه عايزه ايه؟ بنزل البحر. تنزلي البحر بس اوعي تنزلي بالمايوه. ليه يا سعيد بتغير عليا؟ مش حكايه غيره والله بخاف على المايوه. ادخلي ادخلي. طيب يا سعيد مع السلامه. خلي. خلي. مع السلامه. قولي سعيد. إيه؟ السواق بيقول العربية ما بتدورش. ما بتدورش؟ ما انت كل ما تنزلي ما بتدورش. يلا انت بره الاوتوبيس ما دارش بيكي. يا ساتر بسيط. تعال اخ والنبي تعال يا عمي تعال زقوا معايا زقوا معايا بس زقوا معايا. مع السلامة مع السلامة لطيفة. مع السلامة يا اولاد. مع السلامة. اوعي تلبسي مايوه عشان الناس ما تنزعجش منك. ايوه مع السلامة مع السلامة مع السلامة. اشتريت دماغي ووداعا يا لا وداعا
عايش غيابي يا بابي وهو رهوان شبابي. اتحرك وانطلق اتحرك وانطلق. لكل يوم اصحى من النوم على صوت صويت واسد بيزوم وتيخ وطخ واهات واخ وشاش وقطن ومجر كروم. ده الجنان يا جماله قلبي مالكو ماله. احب دي واحلام بدي والحلوة دي طلبت ودي وديه وديه يا انا يا وعدي يا صحة فين تكتب يا ابني وين راتك فين وديتها يوه ما تجيبش سرقها. صباح الخير يا سعاده الباشا. تيك بيدا كوا 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 مفاتيح مفاتيح لطيفه لطيفه يا سواق. صباحك صباح الخير. صباح الخير ايه؟ خير يجي منين؟ مش لاقي المفاتيح. مفاتيح راحت. مفاتيح ايه؟ مفاتيح الشقه والله العظيم راحت. راحت فين؟ راحت مع لطيفه. لطيفه فين؟ لطيفه في البلاش. بلاش ايه؟ الله مالك في ايه؟ انا بكلمك سوفياتي ما تفهم. بقول لك مفاتيح الشقه راحت مع لطيفه. اعمل ايه انت لك؟ بسيطه يا سعاده الباشا. ايه اللي هيحصل؟ خد تاكس واجري ورا المدام هاتها منها. تاكس؟ يعني انزل فولكلور كده اروح اجري عليها؟ معقوله الكلام ده؟ ليه دلوقتي؟ طب انا عندي حل. قول. نجيب حد يكسر الباب. ايوه بس الساعه 7 دلوقتي هنلاقي حد فاتح ولا حد. وانا كمان ما اقدرش اسيب العمار. ليه؟ الجماعه بتوع الصيانه الاساسير جايين يصلحوا الاساسير كمان شويه. كمان؟ الله استنى يا اخي. والحلوه دي بتعجن في الفجريه. صباح الخير يا استاذ سناء. صباح الخير يا استاذ سعيد. الله يخليك. هو المعلم موجود؟ لا يا اخويا ما رجعش لسه. لسه ما جاش. طب اتفضل. معلش في حاجة؟ لا الحمد لله. لا حقيقي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عامل ايه؟ عايز انام. تعبان. العيال تعبانه طول الليل. ما نمتش. انام هنا. هم اللي عارفيني. شايف ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ والله زي السرير. والله زي السرير. الله الله يا ربي يا ربي. ايه ده؟ ديمتري يشوفني. خواجة ديمتري يشوفني نايم على سامي يفضحني. ده يفضح العالم. معاه اعمل ايه؟ هحاول بقى. ست سناء. مرسى. في ايه سناء؟ معلش. في لا مفيش حاجة. لا ممكن ادخل. تدخل؟ تدخل في ايه؟ ادخل جوه عشان اتكلم معاكي بقى. تتكلم معايا؟ اختشى على دمك يا اخي. ما تعرف ان جوزي مش هنا. ازاي تدخل؟ ما فيش حاجه. اكلمك كلمتين بس عشان افهمك الوضع. الله تكونش اتخانقت مع لطيفه. في ايه؟ ما
تجيبي السيرتها ما تجيبي السيرتها. ادخل اصل لطيفه هي والولاد سافروا المصيف ونسيت معاها المفتاح بتاع الشقه. ممكن ادخل اوضه النوم؟ تدخل فين؟ تدخل اوضه النوم؟ لا اقف مع ابوك وكلم عادل عيب تخش اوضه النوم. ايه البجعه دي؟ ايه البجعه دي يا اخي؟ اصل الشباك بتاع اوضه النوم بتاعكم منفذ على البلكونه بتاعتنا. هدخل من الشباك بتاعكم انط على البلكونه بتاعتنا وافتح لي. تفتح لك؟ يعني ادخل الشقه بتاعتي وافتح لي عشان ادخل. طب بس ما تعيطش ولو انا مش فاهمه حاجه. انما مفيش حاجه انما اتفضل. ربنا بقى ربنا بقى اللي عمل فيك. معلش يا اخويا. يعني هتخش هنا؟ اخش على اوضه النوم الدلق من هناك. ربنا اللي عمل كده. اتفضلي اتفضلي. اول مره تعمل؟ انا اول مره اعملها فعلا والله. وانا كمان اول مره اعمل. اول مره تعمليها؟ والله انا دخلتي كده. طب اتفضلي اتفضلي. لحظه. شفتي؟ ايه ايه؟ شفتي؟ ايه؟ شفتي؟ ايه؟ حلو نفسي؟ لا حلو نفسي؟ لا ما تجيبليش مصيبة يا اخويا. عاوز افتح لنفسي؟ لا 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 يا اخويا. لا يا اخويا. ايه ده؟ ايه ده؟ ميكروفون؟ ميكروفون ايه ده؟ تليفون؟ تليفون اصلا؟ تليفون؟ اضرب. لا لابراهيم عبد القاهر عبد الصمد. مين عبد الصمد ده؟ ده 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 ابن خالتي. معانا نسخة من المفتاح. كنت هاخده له. بس بسرعة بسرعة بسرعة. يا ربي مصر القديمة. ازاي 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 ده؟ ايه ازاي؟ ايه اللي حصل؟ ما بيردش ما بيردش. ايه ما بيردش؟ الباب بيخبط. الباب ايه ده؟ الباب بيخبط ليه؟ يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي. المعلم وصل. يا ربي يا ربي. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه انت هتعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ ومستخبى ومستخبى. قوم. انا هجيب نفسي على طول بقى من الباب. لا يا اخويا هتجيب له مصيبه هتجيب له مصيبه. بقول لك ايه؟ اخش الحمام. خش الحمام على ما اشوف سر. لا اخش الحمام دلوقتي. انا عايزك تعوز دلوقتي. يلا يا ربي. يلا هتوديني فين؟ انت يا رب انت يا رب. انت هتقعد تعمل لي علامه استفهام؟ بتتكلمي مع مين يا سيد؟ تعالى هنا. انت ايه اللي بتتكلم على مين؟ ده جوز انت عشان تسالني السؤال ده. انا سامع صوت هنا في الشارع. انت مالك انت؟ انا بكلم نفسي. كنت بتكلم في البتاع في التليفون والعمام. انت مال؟ انت مال؟ ايه اللي رجعكوا بدري كده؟ المعلم زي ما تقولي ظهره قام عليه فشرت عليه انه يجي البيت يريح شويه وياخد الحقنه بتاعت المراكز. وانت يا غبي ليه ما قلتوش المستشفى ولا تمرج ده الحقنه في السوق؟ الله 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 ليه كده بس يا ست؟ مستشفى ايه ده؟ انا قلت يجي البيت يريح شويه وياخد الحقنه وتقعدوا تتكلموا مع بعض شويه الصيف. ايه هتفتح لي معدل؟ خش دخل الحاجات دي. طب حاضر. يلا يلا في المطبخ في المطبخ. اوعى تروح ناحيه الحمام. معلم انت عامل ايه كده ليه؟ انا يا معلم. ظهري. انا يا معلم. سلامتك يا اخويا. يا ظهري. سلامتك يا اخويا. الف سلام. سلامتك يا اخويا. خش يا ولية اعملي لي كوبايه شاي واعملي لي لقمه اكلها عشان بس ايه اريح. اخش الحمام وهسحب. امال يا اخويا تخش الحمام؟ يا لهوي حمام ايه؟ لا لا يا معلم الحمام ايه؟ لا الحمام اصل لو انت بقى انت جاي من بره في هوا بره هتخش بقى على الميه السخن هيجي لك هعمل لك لبخه بعد كده. يا ولا ايه؟ اتلبخت في دماغك؟ لا يا اخويا هتاخد برد في ظهرك يا اخويا. قومي يا وليه. انا حضري الحمام. املي لي البانيو وميه سخنه خليني اطلع البلا اللي في جتتي ده. يا اخويا ده البلا اللي هيطلع انا على جتتي لو دخلت الحمام. احنا في ليه الحمام؟ هتعمل ايه يا اخويا؟ يا لا يا اخويا بعد الشغل عايزينك يا اخويا عايزين. قوم يا معلم قوم يا معلم حضيه يا معلم قوم حضيه عشان الجمل بيقع. الف سلامه عليك يا معلم. رايح فين؟ على اوضه النوم يا معلم اغير هدوم. يلا استاذ سعيد ايه ده الصوت؟ استاذ سعيد يا حسين مش وقت يا ربي. لا هتوديني الدم.
هتخلع في ايه يا سوري؟ سوري 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 مرض لما بيستفحل من البني ادم. بلاش بلاش ايه؟ انا غيرت رايي. ليه يا معلم بس؟ قلت اعمل زي ما قلتيلي. قلت لما هاخد الحمام سخن اطلع تجي لي لطشة برد. ليه؟ يزيد الوجع، انا مش ناقص روماتيزم في جتتي. اللي قال لي على الحكايه دي لا اكوى ربنا يكرمه. والله يا معلم والله الست سنه دي ما هتلاقي زيها ابدا، لو لفيت العالم كله مش هتلاقي واحده في ضفرها. طب يا فالح يا نمت اجري حضر لي الابره بتاعت الروماتيزم. لا يا معلم ربنا عايزك تخف ايدك، ايدك زي الراسخه. وانت روح حضري لي ام افطر بيها كوبايه شاي تقيله في الخمسين. عايز اريح شوي. تريح فين؟ عايز اريح. تريح فين؟ شويه كانت ايه؟ ما اديتكش حاجه يا معلم، الحقنه لسه سخنه في ايدي اهي. يا انت لسه مديني حقنه دلوقتي يا معلم ورحمه ابويا، ما اديتك حاجه خالص، لسه الحقنه في ايدي. بس يبقى هو هو مين يا معلم؟ هو مين يا معلم؟ سيدك الغريب. انا بدر. انا خلاص خفيت. خفيت من ايه يا معلم؟ مين سيدي الغريب ده؟ بدر يا غريب، هو اللي اداني الحقنه وربنا شفاني على ايديه. السنين يا ولاد تعالي. تعالي يا سنين. بجدر البطاطا هو السبب. بجدر البطاطا هو السبب. بجدر البطاطا هو السبب. سلام. ما حسيتيش ان في حد غريب معانا؟ شوف يا معلم، لا الكدبخي بقى يا اخويا، انا كنت هقول لك الحكايه من طقطقه لسلام عليك، بس خفت منه. انا حسيت بيه. ايده لمست جسمي وربنا شفاني على دي. ما تقولش بقى يعني. انت ما قلتليش ليه؟ ما انا يعني انت يا اخويا انت زعلان؟ ازعل؟ ده يوم المولى يوم ما يزورني في بيتي. طب يا اخويا قول كده من الصبح. تعالى يا استاذ سعيد، تعالى اطلع. استاذ سعيد؟ ايه ده؟ ده الاستاذ سعيد. هو انت يا اخويا مش قلت من شويه دلوقتي واحنا في الحته دهيت يوم المولى يوم ما يزورنا؟ انا قصدي على سيدي الغريب. انا مش غريب. انا مش غريب. انا مش غريب يا معلم، انا من هنا من العمارة. انا جوز الست التخينه اللي تحت، لطيفه امتي. ايوه جوزها اسباب ما متجوزها تخليص حق ابوها، عايز مني حكايه كده خلصنا بالجوازه دي.
كان 70 كيلو واحنا في كليه سنه 58. 70 كيلو سنه بقت 80، بتزيد بالعشره. سنه ثالثه بقت 90، رابعه بقت 100، وصلت ل 150 السنه اللي فاتت. السنه دي فجاه نفخت، معرفش ضربت ورمت ورم كده 200 كيلو وعشره. زهقت منها، محصره المطبخ، محصره الشقه، مش عارف اعدي من تحت بطاطها. انا بعدي بالعافيه، بمشي معاها بالعافيه، نايم معاها السرير بالعافيه، نايم على الحرف كده فتله، بنام كده وهي نايمه على السرير كله. قلت اصفرها، عملت مشاكل لغايه ما سافرت النهارده. لطيفة سافرت النهاردة وخدت العيال معاهم. ما احنا عندنا منصيب سيدي جابر اسكندرية، اسكندرية سيدي جابر، 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 سيدي جابر. مدد سيدي جابر، مدد مدد سيدي جابر، مدد سيدي جابر، سيدي جابر، سيدي جابر. وادي يوم وقع 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 وقع، بس الجيات كتير رقصني يا جدع يا جدع يا جدع، عالطبل والبزمير. للحرية سلام مربع ومدلع، للعزوبية قسموا لعلعني ولعلع، للحرية للعزوبية قسم ولعلع ولعلع، ده حق الناس علينا. وانا مالي ايه يا وعلي استنجلينا، ما الدنيا حلوة ايه، الدنيا يا توب يومين، المانع يبقوا ثلاثة، كل من عشاق مجانين، والهوى سكر نباتة، ده حق الناس علينا. وانا مالي ايه وانا فل وفي التمام، وسلامي للمدام، سلامي للمدام، سلامه للمدام، سلامه للمدام. وان كان اليوم وقع بكره الجيات كتير، بكره الجيات كتير، بكره الجيات كتير، بكره الجيات.